بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله. الكرز قد يشكل علاجا ناجعا لمرض السكري. أنتم تعلمون اليوم أن هذا المرض يفتك بالكثيرين، كان يفتك بكبار السن، اليوم حتى بالشباب وصغار السن يصيبهم مرض السكري. دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة العلمية. يتوقع العلماء أن تصبح فاكهة الكرز واحدة من وسائل علاج الداء السكري، فالمادة السكرية وأنواع الكعك المصنوعة من تلك الفاكهة تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تحرض على إفراز الأنسولين الذي يساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم، وبالتالي هناك مواد تدعى أنتوسيانين تتواجد بصورة طبيعية في الكرز، وهي التي تمنحه ذاك اللون الأحمر اللامع. إذن هذه المادة مهمة جدا لعلاج السكري حسب دراسة نشرت في مجلة Journal of Agricultural and Food Chemistry. فإن الفواكه التي تحوي على تلك المواد الكيميائية يمكن أن تلعب دورا في خفض نسبة حدوث الأمراض القلبية أيضا، وهذا ينطبق على مريض السكري. وأكد هذا البحث أيضا باحثون في جامعة ميشيغان الذين عمدوا إلى عزل مجموعة من الأنتوسيانين من فاكهة الكرز واختبارها على خلايا بنكرياسية مفرزة للأنسولين. عزلت من أحد القوارض، وكانت النتيجة أن ارتفع مستوى إفراز الأنسولين في تلك الخلايا بمعدل 50% عندما تم تطبيق هذه التجربة عليها. سبحان الله، يعني انظروا أيها الأحبة، هذه الفاكهة سخرها الله لنا، قال تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان الله، يعني انظروا، سخر لنا هذه الفاكهة مثل الكرز وغيره لفائدتنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الدواء. أرجو أو أأمل أن يستفيد أحبتي من هذه الطريقة الجديدة في العلاج بتناول حبات من هذا الكرز كل يوم أو كل فترة، وسيكون فيها الفائدة والنفع إن شاء الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. حبايبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.